عسلامة، مرحبا بكم الناس كلهم يتابعوا فينا على قناة الوطنية. اليوم نتقابلوا من خلال بيستوفا ليالي تونس، باش تكون عندنا عودة على أهم المهرجانات الصيفية والدولية اللي كنا غطيناها خلال الأسبوع، وأكيد فرصة للناس اللي ما تابعتناش. حصتنا تبدأ توا، مرحبا بكم الناس الكل. نرجع على حفل نصيف زيتون ضمن فعاليات الدورة 55 لمهرجان كارتاج، نشوفوا زيد حفل صبر أربيعي و 100% تابو للطفي العبدلي، إلى جانب عديدة التظاهرات الصيفية في الجهات. ناخذ أكثر تفاصيل في التحقيقات التالية ثم نواصل. نصيف زيتون نجم برنامج ستار أكاديمي أثبت جدارته بالنجومية، تصدر القائمة الفنانين الأكثر متابعة من خلال تقديم سهرة استثنائية ضمن دورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي. تبع فيه من ستاراك 24/24 كنت 2010. والله جيت مع بنتي، يعجب بنتي جيت معاه. يعجبني برشا، عنده غنيات حلوين برشا، يعمل جو، صوته يكفي، صوته يكفيني. بالنسبة لي صوته في اللايف أقوى حاجة عنده. آخر غنية هي شو اسمها، وصل لك خبر وكرم الألة، ونحب برشا كله كذب. هو صوته ما هو معني جويس على الأخر، كي محلية مزيان وفلوس. بتشكركم على تغطيتكم، بتشكركم على حضوركم، إن شاء الله يا رب هيك اليوم الناس تكون مبسوطة، وبكرة كمان نعمل حفلة كتير حلوة، تونسيين وأهل تونس وجمهور تونس، أنا بتشكركم من قلبي على محبتكم اللي عم تغمروني فيها دائما، إن شاء الله السنوات القادمة تكون هيك مثل هالسنة وأكتر بإذن الله. لهجة تونسية كيفاش لقيتها؟ حلوة لهجة تونسية، وأنا بحب التوانسة وبحب التونسيين، إن شاء الله هيك نكون أديناها بطريقة جيدة. انتظر حفلة بكرة تكون مثل نجاح اليوم وأكتر. حفلة غدوة إن شاء الله كما حفلة اليوم، ولا فيها حاجات جديدة؟ يعني في أغاني اليوم تقريبا، في معظم أغاني ما أغني، يعني كم غنية ما غنيناها بكرة بدنا نغنيهم بإذن الله. جاية بعد مهرجان قرطاج إن شاء الله، وين باش نشوفوا الفنان نصيف زيتون؟ طلع ستارز أون بورد، يعني تقريبا شي 6 أيام، بعدين بين بيروت، بين سوريا، بين الأردن، العراق، في عدة محطات إن شاء الله يا رب. السنة منيحة الحمد لله. اهدى
احتفل أمير الطرب صبر الرباعي ركح المسرح الأثري السليوم، غنى وأطرب المسامع وحاك بكلماته الوجدان، غنى صابر الرباعي وغازل مشاعر الحضور. موجودين اليوم حتى ندعموا الفكرة هذه، أنه في كل نقطة في تونس يلزمنا نمشيو ويلزمنا نغنيو ويلزمنا نسمعوا صوتنا وخلي الناس تفرهد، لأنه وقت جاء الوقت أنه تونس والشعب التونسي كله يتمتع بالأوقات نتاعو، يتمتع بلاده ويتمتع بالفنانين نتاعو، وهذا حقه علينا، واحنا زادة كيف كيف سعداء أن نكون موجودين مع كامل الستاف تكنيك والفرقة في كافة مهرجانات تونس، وخصوصا القصر. ليه المسرح ياسر يهبل، وما بنو قديش حسيتوا أنه مسرح كانك تغني في سالون في دار قراب، الجمهور قريب تسمعهم يسمعوك يشوفوك عن قرب، فما برشة حميمية يعني في المسرح هذا، حافظوا عليه ويلزم نكبره، حاول كيفاش نكبره زعما يكبر ولا لا زعما خلي ان شاء الله على حفله توافد الآلاف من محبيها من القصريين ومختلف ولايات الجمهورية، فهو معبود الجماهير. اختتام الدورة 40 لمهرجان بوغارين الدولي، قدم لطفي العبدلي مسرحية الحدث 100% تابو أمام شبابيك مغلقة وحضور جماهيري كبير لسكان الضاحية الجنوبية، مما خلى الهيئة المديرة تفقد السيطرة على التنظيم في ظل حضور كبير لأحبي لطفي العبدلي. المهنة ذية الفنان ومهنة المسرح، خاصة مهنة الون منشو، مهنة الضحك اللي هي أصعب مهنة، هي مبنية على تكسير القاعدة. انت جاي باش انا تتفرج فيا باش انا نفاجئك نباغتك، ما نجمش نباغتك بحاجات كلاسيكيه تعرفهم تمارس فيهم كل يوم، يا نجيك نقول لك شيء اللي تمارس فيه غلط والا نخترع لك شيء جديد. هذا هو الجمهور علاش قبل مني اليوم وحبني، كم هم 10 سنين سيرسان الاف ملايين جات تفرجوا فيا، كي جاوا تفرجوا فيا مش الفايده جاوا تفرجوا فيا انا، كل ما يتعبى لي كرتاج ولا بنزرت ولا صفاقس ولا اي مسرح حتى حمامين الفنان بوكرنين، المسؤوليه مش انهم جاوا، المسؤوليه ذوكم لازم يروحوا فرحانين برشا. لطفي العبدلي ممثل ذكي برشا، محترف متمرس، يباختك بارتجالات وخروجه على النص، يعرف كيفاش يسيطر فوق خشبه المسرح، ينتقل بين المواضيع بسلاسه ودون رتابه. ورغم انه الجمهور قلق اكثر من مره، لطفي العبدلي بطلباتهم وتشكياتهم
إلا أنه جاوب وجاوب واستغل الموقف لصالحه وصنع منه عديد المواقف الضحكة وما خليش الجمهور يقلق رغم الضغط اللي لاحظناه على لطفي العبدلي. لا بيت يرجع يرجع لا عشب انت بلكش برا بلكش في البركون بتاع دارك مسرحكم بلي بقدرون أشبه وطي سكيك وطعي هذا استاذ في جوة شايش دولنا شوية بالسينة كي خلي لعبات تفرج غادي فما ناس تحصل تسك أرجعي عيش بنتي قاعدين في بلاست حسرت خاطر أفضل أفضل رجع عليك قالك وحمو على فار دارهم عايش أخير بابا أخير مازلنا ما بديناش أنا مازلنا ما بديناش شغل ربي سيركم ثلاثة ليس صباح بتاع نيويورك وينو بتاع نيويورك مرد بيه يا صاحبي لازمني لك الدنيا فيه ها وخا عايش عروس طيب يجي طيب أموركم بيه يعني من نتحمل المسؤولية مع بعضنا. أنت قصيت تسكرة وجيت تتفرج فيها. أنا قلت كلام وأنت كملت وعطاه معنى آخر. هكا ولا معناها كلك بار في مخك فما شيء ذك. تحمل مسؤوليتك. أنا نوعي جمهور إنه هو نوعا ما وإلا كترهدين متاعنا التوانسة ذك نقول له مش معايا في المسرح. نرجعوا بعد نخرجوا للشارع وغدوا نمشيوا للخدمة ونتقابلوا في السوبر مارشي وفي الكياس نترهدوا على بعضنا. أخلاقنا عالية نوليو ملاك مناش ملايك نحن باهين وخايبين فرد وقت نحكي على الباهي ونحكي على الخايب كي نحكي على الباهي يقبلوه كي نحكي على الخايب يزم يعملوا هكا ليه أنا جزفت منذ 10 سنوات ومن طبيعتي أني كي باش ننقد عندي الأمور نوار نحكي على الخايب ونحكي على الخايب بروفونديمون ونمشي لا وين بعض الفنانين يخافوا ما يمشيوش يقول لك فك عليا تلعب بالتكراني صعيبة بيست خاطر بيست مش على خاطر مشي لها فلان لازم تنجم تمشي لها راهو سيركم فينومين مش هو تعرف تصير لك نبدا نضحك هكا ونفدك وتقول يا ولد ما فما شيء بعد طف 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 مش بالحزام واللوطه الحزام بيدو وانت شو تعمل وانا بالعكس تصير لك اول حاجه باش تضحك كيما هكا وبعد باش تشوك اللي انت تضحك خاطر صار لك انت كيف تضحك على حاجه خايبه الخامس اللي فيك تضحك الخامس اللي فيك تفرد تضحك شو يصير؟ هكا نظيف الضمير نتاعك شي خرج له انت شو تعمل مستنى لازم وتدور تبصر لامك البوك زعما مازلنا بالقدر ولا ما تلومونيش هاني قلت لك لكن كي تشوف بالرسمي تشوف طبيعتنا صعيبه التونس الشعب الوحيد اللي مهب العالم كي تشوف الشعب التونسي ولا بالرسمي كلنا باهتين فيه السؤال هذا ما يجيب عليه حد ما حلانا ضامرين سمباتيك روحه كبيره وتونسي يولي يحبك يولي صاحبك فيسع ويدخلك دارو ومام طون قبيح ولسانه قد النكاية ومصعصع كياب اللي يقول لك يا راهو اسمع عندي بابا يا بابا لا كي ترجع لها هذيا بالرجل عندي اني دار الريح انا هذيا مين ترجع لها ترجع للطفوله بتاعنا تحب تفهم الشعب التونسي شوف طفولته في بالكم نحن سيونتيفيكمون اكبر شعب كلات رايح هو صغير خذيت الريسك هذايا لكن اهم حاجه جمهور يقول لك مشيت لطفي العبدلي باش نضحك مت بالضحك أنا خاطر هذي الكل ما يعلينيش بعد سمحني مع احترامي للصحافة وللنقاد والدنيا نفرح كي يكتبوا علي ارتيكل باهي لكن فرحتي الأولانية ونمد وذني على انستغرام ولا عباد أنا ثلاثة حاجات يخليوني نقدم يقول لي متنا بالضحك ولا جديقي روحت وجع فيه ولا معاش نجم تنفس بالنسبة لنا وقتها أنا العمل متاعي أوصل للببليك عكس ذاك الناس تكتب عليها بالصحافة يقولوا محليه ولا متربي ومحليه وملا أخلاق عالية وملا مسرحية وملا علم يجيب فيه وجمهور مش راضي وتخل ما ضحكش مش نعم بها فهمت ديما في كل عالم خاطر قنابل ولاو في بلاصه كلها وفي فرنسا في نيويورك في باريس ديما لما ميماج سيركول دون لو موند في التلفاز انه فما قنبله والعباد هربت هذه اللي باش نشوفها في اللورو نحن فما قنبله وتوانسه الكل يشي سمعت حسي قنبله قنبله ولا قنبله ولا كانت مكيله صح كانت مكيله صح شامبيونات يعبوا تلي هلو لا تحبوا ومن بعده في البوليس يبعد خلينا
مواطنين في بعض. نبعد نبعد شوف تحت راسك فيه وين يساقوا هيا وين معايا يا بنت يا بنت يا بنت رجعوه كيما كان. لا يا بيه ما عملت توا كي يا بنت عندك في خدين رجع تك تك تك. لا عاد شنو تخالي تونس شعب ما تفهموش جملة زدت علينا والله وبيض ولا يضحك توا انا كي تصور فيا نضحك علاش تضحك انت تصور لا حتى واحد يصور فيا ولا كسرة عندها الخصوصية نتاعها يعني كنجي نقولوا احنا فهمتي كسرة عندها يعني منظر خاص وعندها طابع خاص في وقت الشتاء. وقت الشتاء تجي تلقى الثلوج متراكمة لهنا في المنطقة هذه وأعلى نقطة في الجمهورية التونسية. نزيدوا نشوفوا نكتشفوا معها زاد الشلال يعني منظر خلاب برشا في كسرة القديمة هذه. يعني الشلال يبدا هابط وفما الثلج وفما الماء يعني مناظر طبيعية. والنجموا يعني بالدعم من عند السيد وزير السياحة ومن عند السلطات الوطنية نجموا ندعموا كسرة وننموا كسرة وندمجها في السياحة الداخلية. أنا برشا نكون أول مرة معناتها نكون موجودة في كسرة سورتو في الافتتاح. معناتها ديما عنده هكا روح أخرى الافتتاح والاختتام ديما عنده جو آخر. فإن شاء الله يا رب تكون حفلة حلوة إن شاء الله تكون سهرية مزيانة إن شاء الله يروحوا ناس فرحانين وإن شاء الله نكون قد المسؤولية متاعها. أصلا كسرة عندها تابع خاص جدا جمهور مسرح يعني يهب القالولي البر قالوا الجمهور يهب. إن شاء الله تعدى حلوة كما قلت لك أنا أول مرة في كسرة إن شاء الله تعدى كما نتمنى. أسدل الستار على فعالية الدورة 55 لمهرجان الحمامات الدولي يوم السبت المنقضي بعرض الفنانة أمينة فخت.
تواصل الحفل تقريبا ساعتين ونصف، قدمت خلالها أمينة فخت إنتاجاتها الخاصة، والجمهور كان حاضر بامتياز وتفاعل مع رقص وحديث وضحكات الفنانة التونسية أمينة فخت. مصباح اليوم ولا ايوه حتى انا فتحت 11 ساعه اليوم هكا الفور يعطينا مدير المهرجان المفتاح بتاع المهرجان ولا حطنا على روحه. لكلا فرجة ووريق وتزعبين وجونا جو أمينة اللي نستناو فيه سافي لونطون مجيش الحمامات. عندي شهر ملي قصيت نستنى في أمينة، حتى أنا عندي شهر ملي قصيت باش نجي لأمينة. أمينة كل شيء صوت، أكثرية صوت، الأكثرية صوت. موعدنا أرضك يا بلدنا، تعجبني على الأخر. على الله سلطان حبك برشا كل شيء. إن شاء الله تكون عجبتكم بيستوف ليالي تونس. كانت عنا عودة على أهم التظاهرات المهرجانات الصيفية والدولية إلى جانب زادة العروض المسرحية خلال الأسبوع. في النهاية ما قاعدة كان مش نقول لكم كانت صباح الخير، وإن شاء الله نتقابل معكم في حصة جديدة من ليالي تونس. في الأمان، باي باي.